تتميز الحضارة المصرية القديمة بين حضارات العالم القديم كلها بأنها الحضارة الأكثر قدما وسبقا في التاريخ، وبأنها الأكثر ثراء والأكثر تقدما في سلم الحضارة والتقدم والثقافة. وقد أبدعت الحضارة المصرية القديمة كنوزا أثرية فنية هائلة تتضمن الأهرام والمسلات، وكذلك هناك لفافات أوراق البردي التي كانت تعتبر كتابا مغلقا يصعب على أي شخص عادي قراءة محتوياتها التي كانت باللغة الهيروغليفية. وكذلك الباحثين الذين أبهروا بعظمة الآثار المصرية، ولكنهم للأسف لم يستطيعوا في البداية قراءة ما دونه قدماء المصريين من كتابات على هذه اللفافات، إلى أن جاءت فترة القرن الثامن عشر سنة 1799 استطاع ضابط فرنسي يدعى بيير فرانسوا غزافيي بوشار، كان ضمن الحملة الفرنسية على مصر، استطاع العثور على حجر رشيد أثناء متابعته أعمال الحفر في قلعة القديس جوليان بالقرب من مصب نهر النيل في نهاية فرع رشيد. وكان هذا الحجر حجر رشيد، وقد وجدت عليه كتابات محفورة منقوشة باللغة اليونانية واللغة الهيروغليفية أيضا، وهي كتابة كانت تطري وتسجل أمجاد بطليموس الخامس الذي كان يحكم مصر حتى سنة 195 قبل الميلاد. ووصل حجر رشيد إلى أيدي الإنجليز بموجب شروط صلح الإسكندرية بين الإنجليزيين والفرنسيين لترتيبات انسحاب الجيش الفرنسي من مصر، وأصبح حجر رشيد ضمن محتويات المتحف البريطاني منذ سنة 1801 ميلادية. ومن خلال جهود عالمين بارزين هما الدكتور توس يونغ والبروفيسور جان تشامبليون، أمكن التعريف على أبجدية اللغة الهيروغليفية بالاستعانة بالنص اليوناني ومقارنته بالنص الهيروغليفي الموجود على حجر رشيد، وأمكن التعرف على لغة كانت كل أواصل الاتصال بها مفقودة تماما، واستعاد العالم الملامح الأساسية للآداب الفرعونية القديمة، وأصبحت قراءة لفائف المخطوطات المصرية القديمة ممكنة، ودخلت إلى دائرة الضوء التي اتسعت لتصل إلى كل معالم العصر الذهبي للحضارة الفرعونية.